شكرا. اولا سي السابع المحترم، اطمئنك انه لا احد تكلم عن قطع الانترنت. اثنين، من غشنا ليس منا، والمدرسه من اهم وانبل مهامها هي تعلم ابنائنا كيفية الاعتماد على انفسهم، وبالتالي فالغش غير مقبول. وقلتم على صواب انه هناك تراجع كبير لهذه الظاهره، وهذا نتاج الوعي المتنامي اللي على مستوى ابنائنا وبناتنا بفضل عمليات التحسيس التي تقوم بها الدوله الجزائريه بمختلف اجهزتها. واشكر في هذا المقام الاساتذه وكل العاملين بمؤسساتنا التعليميه الذين لهم دور كبير في التحسيس، وكنا قد ركزنا على وجوب التحسيس ووجوب حمل ابنائنا على التخلي على هذه الظاهره، وليس الا ابنائنا، لان هذه العمليه تعلمون تتورط فيها يعني فئات مختلفه. وبالتالي لاحظت كما لاحظتم انه لم تكن هناك ما كان يجري في السابق. هذا اول نتاج عمل التحسيس، ولكن كذلك نتاج للاجراءات الصارمه التي اقرتها الدوله الجزائريه. تعلمون انه كان هناك قانون الذي يتعاطى بالكيفيه اللازمه والسرعه اللازمه مع كل مظاهر الغش، ويتعاطى معها بشكل فوري واني. مؤخرا كما لاحظتم كذلك وزاره العدل المشكوره ترافق قطاع التربيه الوطنيه في هذا الموضوع، بحيث تم تشكيل لجان ولائيه يترأسها النائب العام بالولايه، من بين اعضائها مدير التربيه هو عضو يمثل قطاع التربيه، هناك كذلك قائد مجموعه الاقليميه للدرك الوطني، رئيس المصلحه الاقليميه للامن الداخلي، رئيس امن الولايه، وربما اللجنه تستعين بكل من تراه بمقدوره اضافه يعني الاتيان بالاضافه. هذه المجموعه تنسق مع التربيه الوطنيه وتتعاطى بالسرعه الانيه، ولها كل الصلاحيات القانونيه والجزائيه والمدنيه التي تاخذها بشكل فوري وتنفذها كذلك بشكل فوري بالتنسيق مع التربيه الوطنيه. املنا، نحن لا نرغب ولا نحب ان نذهب الى هذه الاجراءات، لكن مرغمون، لسنا بابطال. وبالتالي ف ان شاء الله كما راينا مؤشرات ايجابيه جدا في انطلاق الامتحان، سنرى مثلها ان شاء الله في البكالوريا، ولا نتمنى ان يؤذى احد من ابنائنا او مؤطرينا في هذه الامور. والغش ليس من سيم الجزائريين والجزائريات، والمدرسه من بين الرسائل التي تؤديها هي تعليم ابنائنا الوفاء والصدق والمصداقيه والاعتماد على النفس والابتعاد عن الغش. شكرا.